دابا هادي 3 سنين وانا كنعاني من هذا المرض، كنصافي الدم. ولا كانت مثلا مكسبه من عند الله نعيش هيدا بديالي، الحمد لله على كل حال. نصبروا كيف ما صابرين دابا فلوس. انا ما كانت خصني شي فلوس، انا خصني شكون اللي يتكلف لي صحتي ترجع لي. يعني يتكلف لي ويسقسي لي في مصحات اللي كاينه في اوروبا. يعني الزراعه الكيلة، الله يرحم والدي ونبقى ندعي معاه حتى نموت. تنمشي عند الله سبحانه وتعالى نبقى ندعي معاه. الله يرحمكم الوالدين اخوتي المغاربه. معكم محمد اشهبار المزداد، سنه 1988، 14 شهر 5، شاب مغربي بحالو بحال اي شاب. اذا فجاه ابتلاني الله سبحانه وتعالى بمرض الفشل الكلوي، والحمد لله على كل حال. المؤمن مصاب واي انسان معرض في الدنيا الابتلاء، والحمد لله على كل حال. وعجرنا عند الله سبحانه وتعالى في دار البقاء غدا ان شاء الله. دابا هادي 3 سنين وانا كنعاني من هذا المرض، كنصافي الدم. في الاول يعني حسيت بشي تشكات عندي هنايا، فهمتيني؟ كنت كنقول عيب باب مفتوحه وهذا، مع حنا دراوش يعني كنلقطوا اللقمه ديال العيش، اذا كنخدموا. وكنت كنخدم في الحديد دبني انا، فهمتيني؟ وكنبيع الحلوى هايده، فهمتيني؟ كنبيع الحلوى هايده، وكنتقاسل مع الوقت حالي بحال كاي شاب طموح. حنا دراوش الحمد لله. التصفيه دابا كنصفي جوج الحصص في السيمانه، ومؤخرا زادوني الثالثه. كنعمل جوج د الحصات في السيمانه، ودابا غدا ان شاء الله غنبدا معاهم الحصه الثالثه. غيبداو يعملوا لي 3 حصات في السيمانه. في طنجه، في ابن سينا، حومه اسبانيول، عند الدكتور بوطالب والدكتور مديدي والدكتوره بدر. تحياتي لهم هذا المنبر كاملين والناس اللي خدامين في ديك الطبيب كاملين. الحصه الواحده شحال كتخسر فيها؟ والحصه اش غادي نقول لك؟ انا تكلف بيا وحم محسن، الله يرحم والديه ويجعل له هذا الخير ميزان الحسنات ديالو غدا قدام الله. هو اللي تكلف بيا، ودابا هذا العام هذا الدوله يعني تكلفت بينا صراحه. يعني دابا الدياليز كيتسمى على حساب الدوله، والدواء يعني داك الشيء كنقادروا عليه الحمد لله. انا باقي واخا رغم الظروف قاسيه كنخدم، كنبيع الحلوى، كنخدم في حديد دبني ملي كنكون هيدا قادر نوقف. ملي كنمشي نعمل الدياليز غادي نقول لك كتجيب، الا عملتي الريجيم غتحس براسك مزيان، فهمتيني؟ ما عملتيش الريجيم ضروري غتحس براسك مرخي وماذا والعيا، فهمتيني؟ مرضي والحمد لله على كل حال، فهمتي؟ دابا انا كنطالب حاجه واحده، كنطالب شي محسن، شي محسن الله يرحم والديهم، يتكلفوا لي بعمليه زراعه الكلى. انا سمعت كيعملوها في اسبانيا وبزاف د البلدان في اوروبا، فهمت؟ والطبيب ما ينصحكش بها وعينصحك بها. يعني الا شاف عندك الامكانيات بان تقدر مثلا تعملها ينصحك بها، ولكن الا شافك مثلا انت كتجين عنده درويش هذاك يعرف ما ينصحكش بها. مثلا عينصحك بالريجيم، حنا الطبيب كينصحنا الاغلبيه بالريجيم، يعني ما تاكلش الحوايج ممنوعات ما تاكلهمش وصافي، فهمت؟ انا ما كان خصني شي فلوس، انا خصني شكون اللي يتكلف لي صحتي ترجع لي. يعني يتكلف لي ويسقسي لي في مصحات اللي كاينه في اوروبا، يعني الزراعه الكيلة، الله يرحم والدي ونبقى ندعي معاه حتى نموت. تنمشي عند الله سبحانه وتعالى نبقى ندعي معاه. الله يرحمكم الوالدين اخوتي المغاربه. والعمليه راه تقدر توصل لك اي داك 70 60 80 مليون. وحنا واحد الانسان درويش بحالي يعني تينا كصراف، وراه كاينه بزاف ديال الناس كيعانيوا في الصمت، كاينه بزاف ديال الناس بحالي واللي كثر مني الله يكون في العون، كيبقاو يموتوا هيدا كيعانيوا في الصمت حتى كيموتوا. وإلا كانت مثلا مكسبه من عند الله نعيش هيدا بديالي، الحمد لله على كل حال. نصبروا كيف ما صابرين دابا، يعني بزاف ديال الحوايج يعني تحولوا في الحياه ديالي للأسوأ، والحمد لله على كل حال. كنطالب دابا حاجه وحده، كنطالب بالصحه ديالي ترجع لي. وانا في هذا السن يعني سن مبكر، يعني في الثلاثينات من عمري، كنطالب هيدا شي محسن ولا شي محسنه، والمحسنين لا اللي داخل ارض الوطن ولا اللي خارج ارض الوطن، يتكلف لي هيدا بالعمليه زرع الكيلة. ما كرهتش يا خوتي، الله يرحمكم الوالدين وسعداتك يا فاعل الخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.